أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب
عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هسألك يا منة في أسماء الله الحسنى، عارفاها؟ الحمد لله. هنذكر لك اسم من أسماء الله وانت تجيبي لي الشاهد من القرآن الكريم، تمام؟ الله. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. الرحمن.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا الرحيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم الكريم فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم العظيم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هات المؤمن والمهيمن هو الله الذي لا القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون مالك الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عالم الغيب قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أسألك سؤال الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد منا حاولت إن أنا أخليها كده تخطأ بس ما عرفناش ربنا يبارك فيها وفي أمثال منا ويبارك في جميع أبناء المسلمين قولوا أمين الوقت بيجري وبيمر وفي ناس بتفطر في رمضان نسمعهم إيه منا أياما معدودات واللي بيضيع وقته بقى مع المسلسلات ومع البرامج وفي السهرات أياما معدودات طيب في وقت إن هم يرجعوا ولا خلاص كده الوقت فات؟ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم يعني حتى اللي أفطر في رمضان ليه توبة؟
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. حتى منا لو عملوا كبيرة من الكبائر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. متأكدة يا منة كل الذنوب؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. طيب اللي عرف دلوقتي إن ربنا عاوز يغفر له وعاوز يتوب عليه وما رجعش لربنا، تقولي له إيه؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. نسمع منك بقى يا منة دعاء لكل بعيد ومبتعد عن نفحات شهر رمضان. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم في رمضان، واجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار في رمضان، واجعلنا ممن نالوا رحماتك في رمضان، واجعلنا من الفائزين. يا منا، الناس اللي بيقولوا هو ربنا بيعذبنا، احنا هنصوم 16 او 17 ساعة في رمضان، تقولي لهم ايه؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. طيب هو ليه ربنا فرض علينا الصيام بقى؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مين هم المتقين؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. يعني لو عملوا ذنب أو اتنين أو عشرة أو مليون ليهم توبة؟ تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. صفات المتقين إيه يا منة؟
إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الله الله عليك يا منة تمتعي بقى الجمهور الكبير والعظيم ده بدعاء منك وإحنا داخلين على شهر رمضان كده اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على صيام رمضان وأعنا على قيام رمضان وأعنا على الطاعة في رمضان واجعلنا من المقبولين الناس المهمومة يا منة عاوزين نطبطبوا على قلوبها بآية جميلة كده تسمعيهم ايه؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين المديونين تسمعيهم ايه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا تثبت المعلومة أكتر وتسمعي المديونين إيه كمان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ما شاء الله طيب الناس اللي بتاكل أموال اليتامى ظلما تقول لهم إيه منها؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أبنائنا اللي داخلين على الامتحانات وعاوزين ربنا يوفقهم تديهم حاجة كده واتقوا الله واتقوا الله ويعلمكم الله
بكل شيء عليم. في آيات يبدأوا بيها كده قبل ما يذكروا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. في دعاء ندعوه لأولادنا وأحبابنا اللي داخلين على الامتحانات، ونتمنى ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في امتحاناتهم. اللهم إنا نسألك لهم السداد والرشاد والتوفيق والصواب. اللهم ألهمهم رشدهم وحقق أمنياتهم واجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم، واجعلهم زخرا للإسلام والمسلمين وقرة عين لآبائهم وأمهاتهم والناس أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إنا كفيناك المستهزئين، الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا بداية نرحب بحضراتكم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم من استمعنا القول فاتبعونا أحسنه. بداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فاللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، عدد ما أحاط به علمك وقد به قلمك وأحصاه كتابك. احنا بدأنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من أنواع الرد على الإساءة التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم. للأسف احنا كل يوم يوم بعد يوم شخصيات بتطلع وتسب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم للإسلام، يعني مش عايزين ندى عليهم اقتدام برضو بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما جالوا ملك الجبال قال يا محمد لو أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا ولا يشرك به شيئا. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه يقول اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. مش كده وبس، أنا عايز كل الناس تكون مطمئنة على النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا واجب علينا أن إحنا ندافع، لكن أبدا لن ينالوا من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. والدليل على ذلك من القرآن الكريم زي ما هنسمع من الأستاذة منا. تفضل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. ممكن أبدا يناله من شخص النبي صلى الله عليه وسلم. كمان في سورة الحجر آية تانية بتؤكد ذلك، نسمع. إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. احنا كمان عايزين نحذرهم
إن أي حد بيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان ميت أو حي له عاقبة وخيمة ووحشة جدا جدا. ونسمع كمان من بنتنا منا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. النبي عليه الصلاة والسلام، الناس اللي بيسبوا النبي وبيجللوا من شخص النبي، أنا نفسي أقول لهم أنتوا شفتوا إيه وحش من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي عمل لكم إيه وحش؟ إيه الوحش اللي في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وليه بتجللوا من شأن النبي مع أن أنتوا نفسكم اللي قلتم من أعظم عظماء العالم، من أعظم عظماء التاريخ، والله العظيم شهد له العدو قبل الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مش كده وبس، ده هم يكتفوا حتى ان هم يسبوا النبي بس، بل سبوا كمان ازواج النبي وامهات المؤمنين الاطهار رضوان الله عليهم اجمعين. نشوفهم الايه في سوره الاحزاب، نسمع. النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. لو يعلم العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لهم رحمة ما سبوه أبدا ولا تحدثوا في حقه بشيء لا يرضي الله سبحانه وتعالى. نسمع في سورة الأنبياء. وما للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آخر حاجة، إزاي ننصر النبي، إزاي ندافع عن النبي؟ أول حاجة إنك تعرف أولادك من هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن أبوه ومن جده، إن أنت تتكلم مع أولادك ومع أصحابك ومع حبيبك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرف وتذاكر وتدرس وتحفظ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أعدائه اللي هم كانوا بيسبوه ويقذفوه ويرموه بالحجارة، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أصحابه ومع زوجاته ومع أولاده ومع أحفاده. هنا بس نقدر نقول إن إحنا فعلا بننصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن إحنا نعمل السنة عشان هي سنة من النبي صلى الله عليه وسلم، مش نسيبها عشان هي سنة وإحنا لو سيبناها مش هناخد عليها أجر، لا، إحنا نعملها احتراما واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. من يفعل ذلك حشره الله مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة. حفظنا الله وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من كل مكروه وسوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.